السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معنا في قناة كومبيومي التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم شرح عن برنامج محرر الصور مجاني اسمه بيك كولاج ميكر فوتو إديتور فوتو كولاج فوتو جريد. ليه البرنامج ده احنا هنتكلم عنه بالتحديد؟ لأنه ليه مجموعة هائلة جدا من المميزات. أول حاجة إنه مجاني، طبعا هو في نسخة منه متوفرة بفلوس بس احنا هنستخدم المجانية. سهولة التحميل، لان احنا بنقدر نحمله من مايكروسوفت ستور ببساطة، وسهل في التعامل معاه، مش محتاج معرفة كبيرة قوي بالكمبيوتر، بنقدر نستخدمه كمان على اجهزة متعددة مش شرط من الموبايل. هو طبعا في نسخة للهواتف الذكية، لكن النسخة اللي احنا هنتعامل معاها النهاردة هي واللي هنعرضها للشرح هي النسخة الخاصة بالاجهزة الديسكتوب واللابتوب. يحتوي على العديد من التأثيرات والفلاتر، وكمان في إمكانية الكتابة، بيدعم الكتابة باللغة العربية. هو طبعا مش بيوفر لنا إمكانية استخدام العديد من أنواع الخطوط، ولكن بيقوم بالوظيفة الأساسية إن احنا نقدر نكتب فيه حتى باللغة العربية. عنده إمكانية البرنامج ده إن احنا نجمع فيه مجموعة من الصور بأشكال مختلفة ونصدرهم بصورة واحدة أحجام مختلفة تتناسب مع كل أنواع السوشيال ميديا، وده بيوفر علينا إن احنا نبحث عن المقاسات أو القياسات الخاصة بالصور لجميع أنواع مثلا السوشيال ميديا عشان نكون احنا عارفينها من قبل كده. هو عنده زي قوالب جاهزة وده هنشوفه إن شاء الله أثناء الشرح. كل المميزات دي بتخلي البرنامج ده مناسب لعمل بطاقات التهنئة والشرح والتقارير. احنا مجهزين لكم نماذج للصور اللي احنا طبعا عملنا عليها التحرير بهذا البرنامج اللطيف السهل التعامل، اللي انتوا تقدروا تحطوها مثلا كبطاقات للشرح في الدروس، كبطاقات مثلا تهنئة في السوشيال ميديا، كبطاقات أو صور في التقارير الخاصة بتاعتكم، أو أي كان الاستخدامات المتعددة اللي انتوا تقدروا تستخدموها براحتكم وفقا لخيالكم وإبداعكم. يلا بينا نشوف هنتعامل ازاي مع البرنامج. أول حاجة هنتعلم إزاي نحصل على البرنامج ونقوم بتحميله عندنا على اللابتوب بتاعنا. طبعا هنفتح من قائمة ستارت، هنروح للمايكروسوفت ستور. مايكروسوفت ستور الحقيقة بيبقى متوفر فيه مجموعة من الأبس اللي نقدر إن احنا ننزلها مجانا على اللابتوب بتاعنا أو إن احنا حتى نشتريها. احنا عايزين البرنامج البيك كولاج، برنامج المفروض من فئة الصور، فاحنا طبعا هنلاقي ان عندنا زي بالظبط اي اب ستور موجود عندنا في الهواتف الذكية، متقسمة الاب ستورز لكاتيجوري مختلفة ببرودكت مختلفة بانواع مختلفة. احنا عشان ما نضيعش وقتنا احنا عارفين اللي احنا عايزينه، فهنروح على السيرش وهنكتب ان احنا عايزين برنامج لمعالجة الصور الفوتو ونعمل سيرش. هيظهر عندنا مجموعة كتيرة من الابس، كل المجموعة دي نقدر ان احنا ننزلها عندنا على الجهاز الخاص بينا. طبعا المجموعة لو تلاحظوا ان في حاجات مكتوب عليها فري وفي حاجات مكتوب عليها البرايس بتاعها او السعر الخاص بيها. انا اللي انا هعمله ان انا هروح على الابس واعمل شو اول واشوف هنا في كل ابس المعلومات الخاصة بيه. الابس اللي احنا عايزين النهاردة نتعامل معاه اللي هو البيك كولاج ميكر. طبعا انتوا تقدروا ان انتوا تحصلوا على اي تطبيق من التطبيقات دي وتجربوها عندكم على الجهاز وتشوفوا التطبيق اللي يعجبكم
وبعد لو يعني ما حسيتوش ان التطبيق كان مناسب تقدروا بعد كده انكم تشيلوه من الجهاز وتتخلصوا منه. احنا هنختار الاب الخاص بالبيك كولاج. هتظهر عندنا المعلومات الخاصة بالبيك كولاج، اسمه والوظائف اللي هو بيقوم بيها، ونقدر ان احنا من خلال الزر الخاص بالانستول ان احنا نحمله وننزله على جهازنا. هنضغط على انستول، زي ما انتوا شايفين بيظهر الزر الخاص بتحميل البرنامج وتنزيله على الجهاز الخاص بينا والفترة المتبقية للانتظار. الحقيقة ان هو البرنامج يعني مش مساحته كبيرة قوي، فده هيكون كويس جدا. هنبتدي ان احنا بعد ما اكتمل التحميل هيظهر عندنا الزر الخاص باللونش. هنبتدي ان احنا نشغل البرنامج. هنضغط من الزر من هنا، زي ما انتوا شايفين هو في منه نسخة مدفوعة. احنا طبعا مش عايزين النسخة المدفوعة، فاحنا هنقول له شكرا وهنبتدي نشوف البرنامج بتاعه. برضو هنلاحظ ان في حاجات مقفولة لان هي مدفوعة في البريميوم، فاحنا مش هنختارها. احنا عندنا الجريت كولاج والفري ستايل كولاج، ودول اللي هنتعلم عليهم النهارده. هنختار اول حاجه الجريت كولاج، اللي هو طبعا ازاي انا اختار اجمع مجموعه من الصور في شكل جريت. دي الشاشه اللي بتظهر عندنا عند بدايه تشغيل البرنامج، وزي ما انتم شايفين هكبر البرنامج. الاختيارات اللي احنا ممكن نختارها من الجريد، الاشكال اللي ممكن ان احنا نختارها، وطبعا في حاجات اللي هي الفي اي بي اللي هي مدفوعة المقفولة احنا مش محتاجين. احنا ممكن نتعامل بالمتوفر لينا بالاشكال المتوفرة ونعدل عليها كمان. اول حاجة طبعا هنلاحظها ان احنا عندنا هنا المكان اللي بنختار منه الصور، من المكان ده. طبعا هنا عندنا القياسات المقترحة للصور، وهتلاقوا فيها هنا الاعدادات المسبقة للسوشيال ميديا، سواء الفيسبوك سواء الانستجرام تويتر الكلام ده كله، وهنا الايديتنج والتحرير الخاص بالصور والتعاملات عليها. فاحنا هنبتدي اول حاجة ازاي ان احنا نضيف الصور. بمنتهى البساطة احنا هنضيف الصور بان احنا نقف هنا ونعمل علامة الزائد، ونختار الصور من مجلد الصور اللي احنا محددين مكانه مسبقا عشان نضيف بيه الصور. انا محددة يعني مجموعة من الصور كده عشان نشتغل عليها ونجرب عليها. انا هختار الصورة دي وهختار الصورة دي. ممكن بعد ما انا اخترت الشكل الخاص بيا ارجع في كلامي، اغير رأيي في اختيار شكل الجريد، فارجع من هنا اغير بالشكل ده. لاحظوا ان هو بيغير بنفس اشكال الصور اللي عندي. هختار صورة تانية جديدة من هنا، وممكن ارجع اختار الشكل ده. ممكن كمان عندي القدرة في التحكم في القياسات الخاصة بالأشكال بالصور دي، يعني ممكن أحدد الأجزاء بالضغط المستمر على الصورة وأحركها عشان أحدد إيه الجزء بالظبط من الصورة اللي أنا عايز إنه يظهر. فده بيديني تحكم أكتر في الصورة، بس هو للأسف مش بيديني تحكم في السايز الأصلي بتاع الصورة، ولكن الأجزاء اللي ظاهرة من الصورة في الجريد هو ده اللي بيسمح لي بيه. أنا ممكن أغير كمان بإن أنا أحرك المؤشر كده فيتغير معايا الشكل بتاعي، أبعاده كمان تبقى إيه. ممكن أغير قياسات الصورة
زي ما انتوا شايفين. ممكن كمان اعمل لون الخلفية، وتعالوا نشوف هنغيرها ازاي. طبعا انا عندي الخلفيات مجموعة من الألوان أو الباتر، أنا هختار الأول مثلا لون، فهيبقى الشكل بالمنظر ده. ممكن أختار باترن وأختار الشكل المناسب أكتر اللي يعجبني بشكل أكتر ويليق أكتر على الصور. طبعا ده مبدئيا أول وأسهل حاجة في ان انا اتعامل تاني مع الصور، ارجع تاني للجريد، اغير الاشكال بعدد من الصور كبير جدا، اقدر ان انا اجمعهم مع بعض زي ما انتم شايفين، مجموعات كبيرة جدا المفتوحة المجانية، فدي مميزات كبيرة جدا. طبعا هو في غير ان احنا بنضيف صور بالشكل ده، في عندي كمان القدرة على ان انا اغير حجم البوردر، او المقدار الخاص بالحواف بتاعت الصور، في عندي مجموعة هائلة جدا من الافكت، برضو هتلاحظوا ان في مجموعات منها مقفولة، ف نستخدم المجاني منها المتوفر منها. اوكي، في عندي كمان المهم جدا الإيديت، من خلال الإيديت بقى بقدر ان انا اضيف ستيكر، في مجموعة من الستيكر تقدروا تختاروا منها اللي انتوا عايزينه، نكبر نغير نحذف. في كمان ان احنا نعمل تكست، ونقدر نكتب التكست هنا، طبعا التكست مجموعة التكست ستايل المتوفرة هي باللغة الإنجليزية، للأسف هو مش بيدعم أنواع كتير من الخطوط العربية، ولكن إنه بيدعم اللغة العربية ده أعتقد إن هو يعني في حد ذاته إنجاز. نختار لون التكست، نختار التكست باك جراوند خلفية النص، ونختار الالايمنت لو احنا عايزين نعمله، هنكتب مثلا كلام كتير يعني او فقرة، هضيف اكبر اروتيت وطبعا احذف بمنتهى البساطة. ممكن أعمل رسم يدوي، أو أعمل إضافة أشكال shape، أضيف أي شكل أنا حابب إن أنا أضيفه. ممكن نعمل ماسك، تأثيرات في الإضاءة عليه، ممكن نعمل شيب ماسك ونضيف أي شكل من الأشكال المتوفرة عندنا، وكمان في عندنا الدرو براش، ودي بتوفر لنا إمكانية إن احنا نرسم أشكال
على الصورة ونضيف بعض التأثيرات زي ما انتم عايزين، ومتروكة لخيالكم وإبداعكم. مش عايزين كل ده، هنعمل undo، هنعمل close، ونقوله ان احنا مش عايزين كل الكلام ده وديسكارد. فنرجع تاني للصورة قبل ما احنا نعدل عليها كل التعديلات دي. عجبنا شغلنا وعجبتنا الصورة وراضيين تماما عن المنتج اللي احنا عملناه، ولو ان انا مش راضي عن الخلفية دي لانها مزعجة، فهرجع اخليها لون واحد تاني. اوكي، ونقدر ان احنا خليها برضو سكوير عشان يبقى شكلها احلى. خلصنا الاشكال بتاعتنا. اوكي، نرجع للجريد تاني. هنعمل سيف بمنتهى البساطة من هنا. تم الحفظ بنجاح، ونقدر ان احنا نفتح المجلد علشان نشوف الملف تم حفظه فين. هو الحقيقة ان البرنامج ده بيعمل لنفسه فولدر مخصوص في مجلد البيكتشر او الصور علشان يحتفظ فيه بكل الصور اللي احنا بنعمل لها سيف بشكل تلقائي اوتوماتيك، وحتى هو بيديها النيم بشكل افتراضي. وبكده نكون النهاردة خلصنا الدرس بتاعنا السهل السريع البسيط اللي بيتكلم عن البرنامج اللطيف اللي من خلاله بنقدر ان احنا نجمع مجموعة من الصور بشكل كويس، نقدر ان احنا نضيفه في التقارير او البطاقات او الشروح الدروس. ونتمنى ان يكون الدرس عجبكم. شكرا ليكم، وإلى لقاء جديد في دروس أخرى. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتتابعوا قناتنا عشان تعرفوا كل جديد.